بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا في احسن حال. الاخوان، انا اليوم كنت في نهار 18، يعني اليوم 18 شهر 4 2022، وقع واحد التباس ما بيني وبين السلطه يعني القوات المساعده اللي كتواجد منطقه لساسفه. انا كنت كنقوم بالمهمه ديالي كمراسل صحفي في المنطقه، تم عليا بالردع من طرف المخازنيه اللي ضربوني وسبوني وعطوني واحد، يعني ضربوني بزرواطه، لاحوني في الصافي، شتفوا عليا، والسب والقذف الوالديه وكل شيء. يعني حتى هذا اللباس اللي لابس ديال الصحافه يعني ما عاروش واحد الاهميه. انا بالنسبه لي انا في المنطقه معروف شنو هو الموقف اللي كان في الاول، هو بانني في المنطقة ديال اللي ساسفة جيت الخضارة، كان عندي وقع واحد المشكل كبير. شنو هو؟ هو بأن الخضارة كان عندي تخاصمو مع السلطة، يعني السلطة جاية من منطقة بعيدة، ما عارفينش الناس شكون هما. هاد الناس كيعرفوا المقاطعة، كيعرفوا المخازنية، كيعرفوا القايد، كيعرفوا كل شيء، ولكن هادو اللي جاو من منطقة ديال العمالة، من جهة العمالة، يعني جايين خارجين من العمالة ما كيعرفوا حتى واحد، ويتعدوا على الخضارة، والضرب والجرح والسبان والقذف. يعني أنا فاش جيت دخلت بواحد، يعني أنا صابتني الغيرة على هاد المنطقة، على حقاش بأن أنا ما بغيتش المشكل يكبر. علاش؟ بأن هاد الناس اللي كاينين هنايا عارفين بان لو وقف شي صحافي ولا وقف شي مسؤول ولا شي حاجه كيحترموا كيحضروا راسهم. علاش؟ بان باش ما يبقاش المشكل. نيت وقع المشكل، بدات المضاربه ما بين المخازنيه وسميتو والمخدره، هزيت الكاميرا، هزيت كنصور، شافوا الصحافه وما يبردوا. هذاك الشيء اللي وقع، يعني شافوني المخازنيه كنصور، قال ما عندكش الحق تصور. ادليت بالوثائق، قلت لهم ها البطاقه عندي، اعطيتهم البطاقه، قلت لهم ها البطاقة عندي ديال الصحافة. شافها واحد سكت صافي حدا راسو، جا واحد شدني من اللور قال لي ما عندكش الحق تصور، هزني من رجليا، هزوني ربعة ولا خمسة، لاحوني في الصافي، دقوا عليا بالهراوة، هاك بالك والسبان والقذف. يعني أنا بقيت كنشوف، يعني أنا بغيت ندير هذا الفيديو. علاش؟ بأن هذا حامل هذا البدلة ولا حامل هذا البطاقة راه خاص حنايا كاع كلنا نتجمعوا وناضلوا على قبل، بان ما نبقاش وقعنا بحال هذا الشيء. راه هذا الشيء ظلم، راه فينا حنا؟ راه في بلد الحق والقانون. علاش غادي يجي بنادم وبدا عنده السلطه ويفرض عليا السلطه في الباطل ماشي في الحق؟ كون كنت زعما درت شي حاجه خايبه ولا درت شي حاجه اللي ماشي قانونيه، اييه تابع. راه هذا الشيء ظلم، راه فينا حنا؟ راه في بلد الحق والقانون. علاش غادي يجي بنادم وبدا عنده السلطه ويفرض عليا السلطه في الباطل ماشي في الحق؟ كون كنت زعما درت شي حاجه خايبه ولا درت شي حاجه اللي ماشي قانونيه، اييه تابعوني قانونيا. ولكن انا يا ماشي قانوني، عندي الورق ديالي، كنصور في خارج، يعني الخارج ماشي في واحد البلاصه، يعني في منطقه اداريه ولا شي حاجه. انا كنصور هنا. علاش كنصور؟ بانني انايا عندي ترخيص باش نصور واحد الواقعه وقعت، خاصني نوصل المعلومه للناس، نوصل المعلومه للاخوان كاع كلهم، كاع اللي كيعرفوا جريده ارض بلادي يعرفوا بان شنو واقع في البلاد، شنو واقع في المنطقه عندنا. علاش يجي وحدين من بلاصه اخرين ويدنسوا المنطقه ويدنسوا الناس اللي خدامين هنا، الموظفين كاع منهم السلطات؟ يعني يجي واحد تخلي الحقد والبغض والكره لهذه المنطقه، لهذه الملحقه، حشومه كاع. علاش انا ناكل العصا؟ شنو السبب اللي درته؟ ومن الفوق بانني حيدوا لي التليفون، هرسوه لي، ها هو هرسوا لي التليفون وحيدوا لي التصاور والفيديوهات اللي درت. علاش؟ بان بحال قالوا لي ما عندكش الحق، هذيك البطاقه ديال الصحافه ها سير حرقها، راه ما معترفش بيك. واش الجريده ما معترفينش بها؟ وحنا نشوفوا واش معترفين بها ولا ما معترفينش بها. انا كنناديك وكنشد الناس مسؤوله بان تكون اعتبار ليا والاعتبار للجريده ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى من الاخوان باننا حنايا كمراسلين صحفيين ردوا لهم حقهم وعطوهم الاعتبار. بان علاش؟ بان حنا كنكملوا بعضياتنا، راه كاين، راه حنا علاش خارجين؟ راه ما خارجينش باش نشوهوا البلاد، خارجين للاصلاح، خارجين باش نعطيو واحد الصوره زوينه على البلاد، ودائما تحت الرايه الله الوطن الملك، وشكرا.